FM. الكل مليك. سي مختار، فما سي دي مجروح ديما نسمعوا فيه. هات. اللي معناتها هات توا نعملوا جيل جديد، هات توا نبنيوا جيل جديد، هات نعملوا اكاديميه، هات نربيوا معناتها جواريت يوليوا معناتها في المستقبل منتخب قوي. هذه عندنا قداش من سنين نسمعوا فيها ولا معناتها شفنا نتائج. شوف شوف شوف، مشكل من شكون هذا؟ مشكل من سلطة الاشغاف. لان الكره الجامعه التونسيه هي منظمه تحق دعم، ما تنجمش تخدم بلاش فلوس، وهذا تحكي عليه الكل، هذا والتكوين هذا كله وما يجيش بلاش فلوس. وقت اللي الجامعه التونسيه في الكره تخدم باش تحضر كوب دافنيك، كوب دروب دافنيك الاخرانيه مليار، وقت اللي هي حقها البيدجي نتاعها مليار و300، طارق ذياب عطاها مليار قال ما نعطيكمش 300، هما المليار ما يكفيوش. فانت تحب تعمل اكاديميات وتحب تعمل شنو يا سيدي؟ نقول لك حاجه، حتى قبل الفيفا لا كانت وزاره، كانت ملمه بكل شيء، وكانت تصرف على كل شيء، وبعمرنا صرنا الازمه اللي وصلت للجامعه التونسيه كنت قدم ماديا. الفيفا اش طلبت؟ قالت تحبوا تحسنوا كرتكم ردوهم 12 من الفريق باش نحسنوا المستوى، وانا نعمل لكم تيران سانكيام جينيراسيون، وانا نعاونكم بقفه فلوس. المشكل في الجامعه التونسيه اللي ما يعرفوش الشعب التونسي، ما يعرفوش هاي مش الجامعه تقرر القوانين، تحط القوانين، هم من الانديه هم اللي يحطوا القوانين. قلنا لهم احنا عاملين، قلنا لهم نوليو 14 فريق نقصوا اثنين، ما قامت القيامه. قال لك لا، قلنا لهم نعملوا دو بول باش نجموا نكملوا باريحيه الموسم هذايا وناخذوا وقتنا حتى كان جراف كان ضرب كان مضروب. قال لك لا، احنا طلعنا ما نلعبوش مع الترجي، ما نلعبوش مع النجم، ما نلعبوش مع البيفي، هبوط انديه اخرى. اذا المفروض هنا القانون متبدل، ما عادش الانديه هي تسن القوانين، لان الانديه تدافع على رواحها من ناحيه الفلوس، من ناحيه العقوبات. وقت قلنا نعاقبوا رؤساء الانديه، نعاقبوا الملاعبيه، نطيحوا نحيوا نقاط في صوره الاقتحامات وكل الانديه قالت لا، أي لان الجامعه ماشي تحط القوانين. اذا وقت تولي الجامعه والوزاره هم يحطوا القوانين والاخرين يطبقوا، تو تشوف شو تصير في الكره التونسيه. هذا الحل معناتها بالنسبه لل ما فيش كلام تنظيميا وقانونيا، معناتها قانونيا ما فيش كلام هذا. واضح معناتها متفائل بالمنتخب الوطني معناتها في قادم صحيح الايام. بارك الله فيك، يمكن انت من الوحيد اللي قلت في قادم الايام، لان نسمع فيهم سي سامي العكريمي وجماعته في بعض المحطات الاذاعيه النبار هذوما المشوشين هذوما ما شفتش يسخيلوها يسخيلوها توا اليوم الاكيب هذه اللي ماشي باش تلعب غدويكا هي هذيك الاكيب ناسيونال، ويسخيلوا عندنا كوب دي موند غدوه، عندنا ماتش كوب دي موند. يعني شوف يغلطوا في الناس فما هدف اكور تيرم لون تيرم مويان تيرم، ماتش اميكال باش المدرب يلعب. تعرف سي نبيل الجروب هذا الفانتوا هما اللي هم بلاسون تاع الفان اللي ما عيطلهمش، اللي يلعبوا في ليتوال واللي يلعبوا في السي اس اس واللي يلعبوا في الاسبيرونس واللي غايبين في اوروبا، هذوكم فان وهذوما فانتوا. دونك خلي يلعبوا هذوما، يشوفوا المدرب ياخذ فكره عليهم، وهذوما مش يبقى منهم 6 7 8 كان اقصى تقدير هكا سي الهادي ولا لا. الكلمة ليك.